السلام عليكم. شكرا لكم اولدي على الحضور ديالكم، وشكرا لجميع المتضامنين مع ولدي، الناس اللي حاضرين، الهيئه ديال اسفي والهيئه ديال مراكش وجميع المتضامنين مع محمد المديمي داخل المغرب وخارج المغرب، الجاليه المغربيه. ومبارك عواشكم، وتنبلغ لكم نقول لكم رمضان مبارك سعيد. الحكم ديال المديمي ولدي جاني انا كله ظلم، كله ما فيه حتى شي حاجه اللي هي حقيقه ومبنيه على الحقيقه، كله ظلم في ظلم. كي جاني انا كي جا العالم كله هو، وكنتمنى من الله سبحانه الله هو وصاحب الجلاله ينضر من هذا الظلم هذا يسعو عنا، وكنتمنى من الله سبحانه الله هو وهذه المحكمه ديال الاستئناف فيها ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله منصور منها ان شاء الله يا رب. ولدي نهار تقبلت الحكم تقبلتها كارثه في حياتي، ما عمرني شي خبر جاتني بحال هذيك الخبر اللي جاتني، لقيت هذا الملف كله ظلم في ظلم. كنتمنى من الله سبحانه الله هو مصاحب الجلاله يرفع لنا هذا الظلم، هذا هو اللي قادر يرفع لنا هذا الظلم بوحده. نوجه الرساله لصاحب الجلاله، اولا دائما املي في الله سبحانه الله هو صاحب الجلاله، حبيبنا وسيدنا وبانا وخونا وفيه كل شيء في صاحب الجلاله. وكنطلب من الله سبحانه الله هو وزاره العدل ومحكمه الاستئناف ان شاء الله تاخذ ان شاء الله ترفع الظلم عن ولدي اللي تعرض له وتعرضنا ليه كاملين بزاف 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 بزاف. ما يقدر هذا الظلم هذا يرفع لي الا الله وصاحب الجلاله، الله يخليه لينا. كلمة الأخيرة لصاحب الجلالة والأولى، وكنوجه ليه النداء ديالي، دائما كنوجه ليه النداء ديالي حتى يرفع الظلم على ولدي، وكنتمنى من الله ومحكمة الاستئناف إن شاء الله نخرج إن شاء الله بالبراءة. وتنشكركم بزاف، وتنشكر الدفاع ديالو بزاف 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 على المجهود اللي دايرو، على المعاناة اللي تيعاني في الطريق وتيجي، ودائما وقت ما عيطنا ليهم كنلقاوهم، ودائما وقت ما عيط ليهم ولدي في أي وقت تيلقاهم. وتنشكرهم بزاف على راسهم منسق هيئة الدفاع الأستاذ زهراش، وسيدي محمد السناوي، وسيدي محمد الهيني، والأستاذ الحبيب حجي، والله يجزيهم بخير، وشكرا لهم بزاف. والأستاذة وفاء واللي ما ذكرتش يسمح لي بزاف بزاف، الفضل الله سبحانه الله هو وليهم هما، أما لو كان شي كارثة أكثر.